كيف يمضي تلك الأيام؟ شر ما أمر به من الأوقات، أعمال كثيرة، دراسات وفيرة، وواجبات مريرة، وبوجودها من يهنأه الحياة يا ترى؟ معك حق، فكلنا نعاني ما تشكو عنه، والله خير من يزيل كروبنا، وأفضل من يدفع عنا مصائبنا. من هذا الشاب القادم؟ ذو الجبة الكبراء والعمامة السوداء، يتألق وجهه نورا ويزينه وقارا، صم بصدره كتبا، صم المرجعة ولدها، وبينما نحن فرميناها وراء ظهورنا، هل لديكم خبر عنه؟ لا نعرف بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين وجهتك أيها الشاب الأنيق؟ إلى جامعة العلوم الإسلامية الفريدية. إلى جامعة العلوم الإصلاحية الفردية؟ لا، فلم تكن تقدر على نطقها وأدائها. حسناً، المهم أن نعرف أي مدرسة عصرية أو كلية أين تقع؟ وأي منهج دراسي هناك؟ أكسفورد، كيميل، كاميلا. أدرس في مدرسة دينية يدرس فيها العلوم الإسلامية والدراسة الدينية. أعجبتني يا أيها الشاب، هل لازلت لنعرف هويتها، أقسامها وفروعها، والمنهج الدراسي فيها وأهدافها التعليمية؟ وددت أن أجيب عما تسألني عنه، ولكني في عجلة للوصول إلى الفصل لأدرك دراستي ولا أحرم عن فضلها. أما تتفضل في عقد دارنا فنستقبلك بحفاوة، فترى جامعتنا عن كثب ونستقصي جميع أخبارها. فكرة ممتازة، لكني كيف للسبيل إلى الوصول إليها؟ فإني لم أعرف موقعها. إنها تقع في قطاع إيسرع بين مسجد الملك فيصل المغفور وبين حديقة الحيوانات تحت جبال مرغلة الخضراء. سأزور مع رفاقي. إن المتانة التي تعلو هذا الشاب، والطلاقة التي تزخرف حياه، والعذوبة الكلامية التي تستجلب القلوب، تدل على صلاح بيئة ترعرع فيها، وعلى جمال علم تزين به، وعلى تنشئة صالحة لمعلمين قاموا بها. لا شك فيه. سنزور المدرسة الخميس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان. إن الجامعة تشتمل على أربع دور: دار أبي بكر مختصة بالفصول التعليمية والمكاتب الرسمية، ودار عمر تشتمل على ثلاثة طوابق، كل طابق يضم قرابة 15 غرفة سكنية لطلاب الدارسين في الجامعة. في كل طابق أو دار غرفة أو غرفتان لمراقب الدار من الأساتذة، وبالإضافة إلى ذلك المراحيض ودورات المياه. ودار عثمان تختص بسكن الطلاب، ودار علي فيها تقام حلقات تحفيظ القرآن، وكذا بعض الفصول التعليمية. ما شاء الله، ماذا يدرس في الجامعة؟ إن الجامعة توفر فرص التعليم المختلفة، وتنقسم الدراسة إلى مراحل عديدة وأقسام متنوعة. قسم تحفيظ القرآن يمكن للطفل البالغ عمره إلى 9 سنوات أن يلتحق بهذا القسم، وخلال 2 سنين فأكثر يحمي صدره أنواع كلام الله الساطعة. هل هذه هي نافذة بها يدخل أحد إلى العالم المضيء للعلوم الدينية؟ أصبت قولك. هل في جامعتكم الاهتمام بالدراسة العصرية أيضاً؟ نعم، إذا أكمل طالب حفظ القرآن فيلتحق بالدراسة العصرية، وتوفر الجامعة فرصة الحصول على الدراسة العصرية إلى الثانوية العامة، والطلاب يقدمون الاختبار الثانوية العامة إلى المجلس التعليمي الفيدرالي، ويفوز الطلاب باختبار الثانوية العامة بتقدير ممتاز وجيد جدا. هل الجامعة تعتني بتعليم القرآن وإجادة اللهجات؟
نظراً إلى أهمية التجويد بين العلوم الدينية، شعرت رياسة بمس الحاجة إلى إنشاء قسم التجويد يدرس فيها كافة قراءات ولهجات نزل بها القرآن الكريم، ويتمخر الطالب فيها لمواصلته الدراسة سنتين. ما هو المقرر الدراسي عندكم؟ وكم مدة دراسية؟ وكم مرحلة دراسية؟ المنهج الدراسي عندنا هو المنهج النظامي السائد في المدارس الدينية، قد رتبه العالم الجليل الفقيه الشيخ نظام الدين ابن الملا قطب الدين السهالوي من سهالي لكنو. قد أعطى الملك الهندي قصراً بفرنكمحل ليجعل فيه مدرسة ويطبق فيها منهجه المرتب الذي سمي لاحقاً بالمنهج النظامي. الدراسة الشاملة للصرف والنحو والمنطق والتفسير والحديث وغيرها من العلوم تستوعب 8 سنين مقسمة على 8 مراحل، كل مرحلة دراسية تضم 3 فترات زمنية، مختوم كلها باختبار كتابي في المواد الدراسة المدروسة فيها. هل تكون الدراسة الإضافية بعد مرحلة العالمية في الجامعة؟ بالضبط، تكون مرحلة التخصص في الإفتاء والتخصص في اللغة العربية بعد اجتياز المرحلة العالمية. كم مدة زمنية للتخصص في الإفتاء؟ التخصص في الإفتاء يستغرق 2 سنين. هل نفس هذه المدة مطلوبة في التخصص في اللغة العربية؟ لا، بل هو يستغرق 1 سنة كاملة. ما هو المنهج لصف التخصص في اللغة العربية؟ هنا المنهج شامل للمهارات اللغوية 4: الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث. ما هي أهداف قسم التخصص في اللغة العربية؟ إن التخصص يهدف إلى تأهيل العلماء المتخرجين في المدارس الدينية، وتعتني بتعليم الكفايات اللغوية، وتعدهم لنشر العلوم الدينية في عالم العرب بجانب نشرها باللغة الوطنية. متى تفتح الجامعة باب القبول للطلاب الجدد القادمين للالتحاق بالجامعة؟ تفتح الجامعة بوابة القبول والالتحاق تلو عيد الفطر في 7 من شهر شوال. هل تكلف الجامعة الطلاب بتقديم المصاريف التعليمية ومصاريف الأكل والشرب والسكن؟ إنها لا تكلف الطلاب بشيء إلا من أراد أن يدفع من مصاريفه شيئاً. ومن يتحمل المصاريف؟ من منحه الله خيراً من عامة الناس يتحملون مصاريف الجامعة، بل مصاريف الجامعات المنتشرة في عرض البلد وطوله. ما هي أهداف المدارس الدينية والجامعات الإسلامية؟ إن من أهدافها توفير فرص التعليم الديني لكل من أراد حصوله ليخدم الشعب ويرشد الناس في الدين وأمره. هل يمكن لنا أن نلتحق بالجامعة الفريدية وسنتحصل على العلوم الدينية وبالتالي نخدم الدين وننشره في ربوع العالم؟ بالتأكيد، ستجدون الالتحاق بعد الفوز في الاختبار الكتابي والشفوي للقبول في 1 شوال. شكرا لكم، نستأذنكم يا إخوتنا في الله. نأذنكم للعودة بعد الإكرام، هيا بنا نذهب إلى المقهى لنشرب الشاي مع المساكين. هيا بنا.